بسم الله الرحمن الرحيم. محبة الرسول واجبة بلا شك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبته واجبة على المسلم، على كل مسلم. وكون الإنسان عنده معاصي أو مخالفات هذا ينقص المحبة ما في شك، لكنه لا ينافيها. قد يكون المسلم يحب الله ورسوله وهو عنده معاصي ويتوب الله عليه. فقد جاءوا برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، فقام عليه الحد، حد الشرب، فذمه بعض الصحابة الحاضرين وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. نعم.